يلحق عندنا سي العربي دخدوخ تحت تسويقاتكم. فضلكم سي العربي دخدوخ. مرحبا بك سي العربي. مرحبا بك. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي بن بطوطه. يعطيك الصحة على التدخلات تاعك. يعني انت فنان نحس. ما فهمت والو في واش قلت باللغة الفرنسية، ولكن يبان يعني محتواها. الله يبارك سي ب... واسمو سيد كريم. كريم كريم سرقوة. سرقوة سي قربوعة. اسمح لي عام سي قربوعة كيما قلت لكم وما ندير الديسا صحيح. يعني انت فنان يعني ما يسمى بلاستيسيان، يعني يجمع بلاستيك. انا كي كنت صغير كنت نجمع النحاس، كانوا يكلخولي 4000 للكيلو الشيخ شحال كلخوني. من هذاك الوقت يعني دخلت يعني في مجال السياسه، نقدم روحي سي العربي دخلوخ وزير منتدب مكلف باعاده تعمير المستنقعات وتكثيف المرطبات واعاده تسمير الخزانات. يعني في الحقيقه مشكل التعمير والبناء والبناءات العشوائيه رايح نفريوه سي سي واسمو سيد ابو العلاء المعري. يعني خطرتوا عليه. لا ما نساو الاخ 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 في بو 12 14. الو يعني احنا يعني راح نفريوه المشكل تاع الخلوطه هذه اللي صايره والبلبلة صايره. بلبلة علاش البلبلة؟ تراك بوبول هي راهي بوبول، احنا ما راناش بلابل. لماذا يكون هناك البلبلة سي قربوع؟ يعني احنا مشكل هذا الخلوطة الوطنية صاير يعني نفريوه بالقانون الجديد التكميلي لقانون المالية 2016 المكمل والمتمم لقانون الإجراءات الجبائية. ديك صح يا شيخ. إجراءات الجبائية الخاصة بالتعمير. ما عنديش لي زينيتي زيد لي 100000 نعيط لك فيه. إجراءات الجبائية الخاصة بالتعمير كيما على بالك انا ماشي وزير، وزير منتدب صدير وزير تاع الخرطي. جيت في ترونسبور في البوس بالطرولي. الخاصة بالتعمير والقضاء على البنايات الهشة والوكالات الداخلية للبخصيص. في اطار يعني رانا نخمو بزاف ناس يقولوا بلي في الوزارات المنتدبة ما يخموش. ايبا رانا نخمو من هاد السمانة بدينا نخمو. واش راكم تخمو؟ يعني خممنا باعداد احصاء وطني. الهدف منه هو دراسة معمقة لمشاكل وبلورت استراتيجية وطنية شاملة في إطار مشاورات جهوية لتحضير منتدى وطني جمعاوي. يعني في إطار المشروع السداسي الخماسي المتوازي الأضلاع الشبه المنحرف العشاري 2015-2075+1-3 زائد جذر 12 يساوي صفر. لماذا؟ لأنه من الأعداد الأولية. علاش الشيخ علاش؟ قول لي انت علاش؟ علاش علاش علاش؟ زايد راني نخرط راني نخرط. ما تقولوا ليش راك تخرط؟ ما رانيش نخرط. دي في الحقيقه انا نخرط مع مرتي باغ اكزومبل. لا ديرنا فوا عيطت لي في الليل قالت لي وراك انا كنت مع بعض الاصدقاء نكسروا هكذا. قلت لها راني في منتدى وطني لاجل السداسي العشاري الخماسي. باش يفهم المواطن. حباك بقصك مرتك دوكا باسكو شافتك راهي تشوف. لا لا ما تشوفش. ما تشوفش. ما تشوفش. ما تشوف غير القنوات تاع الطبخ وتسكت تسكت. نعاونك. كمل كمل كمل. يعني المشكل علاش يعني المدن تاعنا مكتظه بالغاشي؟ كاع الجزائريين يهربوا من الصحراء ويجيو يسكنوا في المناطق البروده الشماليه ويروحوا يسكنوا كيما البحر. هذا شعب ولا حوت؟ يجيو للمناطق الساحليه وكاع الناس يجيو لالجي. يعني احنا قررنا باش نقسموا الاحياء تاع الجي ونبعثوهم على التراب الوطني. باغ اكزومبل بيير سكان بيير نبعثوهم العين الحجر وسكان المراديه وين رانا نبعثوهم العين ارنات. اما سكان الجزائر الوسطى يعني بعثوهم لافريقيا الوسطى. يعني مشكل البنايات العشوائيه مشكل كبير. يعني احنا باش نقضيو نهائيا على مشكل البنايات العشوائيه رايحين نهدموا كاع البنايات الماشي عشوائيه باش تولي كاع عشوائيه. سي العربي دخدوخ يعطيك الصحه. شكرا لك اللي حضرت معنا. ميرسي سي بن بطوطه. الله يعاونكم. ميرسي بوكو.
كما الأبدات الانستون من زين مازال كونفان دوزيام بارتي كلاس تاع راح نعاودو نتلاقاو معاكم بورا تخوازيام بارتي. بقاو معنا يلتحق بنا موشا ولاد سبيطار ونزيدو نحكيو تانيك على الكليب تاعكم وفان دي ميسيون. كريم سرقوا خمزاك معنا وي ولا طحت تعطيه بزاف ضربات الوزن ما انتبهتش. ايه ايه جينار جي بي لير شفت يكتب بون بلوس يكتب انا راجعين ما تبعدوش عطاني لاكارت فيزيت